يوم جديد من الاقتتال شهدته الحرب الروسية الأوكرانية. وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخ مضاد للسفن من طراز نبتون أطلقته أوكرانيا فوق البحر الأسود، وكذلك إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق منطقتي بيلغورد وفورنيغ. وكان مسؤولون قد أعلنوا أن هجمات روسية في مناطق مختلفة من أوكرانيا أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 على الأقل في مدينة زاباروجيا في هجوم صاروخي. وأوضحت السلطات أن مبنى صناعيا وسبعة من المباني السكنية بالإضافة إلى منشآت طبية وتعليمية لحقت بها أضرار، ولم تكشف السلطات عن طبيعة الموقع الصناعي. وفيما قتلت امرأة وأصيب 3 أشخاص في بلدة بيلوبيليا في منطقة سومي بشمال البلاد. قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن الهجوم استهدف وسط البلدة التي يبلغ عدد سكانها 15,000 وأن جهود الإنقاذ استمرت حتى المساء. يأتي ذلك في وقت دمرت فيها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 20 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا فوق مناطق ميكولايف وأوديسا وخيرسون ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وفينيتسيا وليفيف.